كل التحيه ليك يا شيما، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. جوله جديده من بطوله الدوري العام الاسبوع ال20، مباراه دجله والنادي الاهلي على استاد بترو سبورت في تمام الساعه 8. مباراه غايه في الاهميه وغايه في القوه كعاده مباريات النادي الاهلي، لكن الشيء المطمئن لكل جمهور النادي الاهلي والاسعد بشكل كبير جمهور النادي الاهلي خلال الايام الماضيه هو الاداء المميز والنتيجه الطيبه اللي النادي الاهلي قدر ان يحرز 3 اهداف في مباراه مصر المقصه، وايضا كمان اداء اكثر من رائع يدل ان في شغل فني مميز جدا من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي. بالفعل يمكن شفنا جمل تكتيكيه كثيره، اداء ويمكن اصرار كبير وجديه كبيره جدا خلال المباراه الماضيه، وايضا من خلال يمكن متابعتنا في التدريبات لا يمكن الجهاز الفني الراجل بيقوم بدور كبير، بيحاول ان هو يضع فكره من اللعيبه، بيكون جلسات فرديه وجماعيه مع اللاعبين لوضع التكتيك اللي الراجل حابب ان هو يلعب بيه النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. ظروف صعبه، اصابات وغيابات ولاعيبه يمكن بنفقدها كل مباراه، بنفقد اكثر من لاعب، فده يمكن بيحمل عبء كبير جدا على الجهاز الفني ان يحاول يتواجد البديل بنفس الكفاءه بنفس المواصفات، وايضا كمان الظرف يمكن اللي بيكون يعني بنقدر نقول ان بيبقى شيء مش مميز للنادي الاهلي وجهازه الفني ان احنا بنلعب اكثر من لاعب في مكان غير مكانه، وده طبعا بيؤدي بشكل كبير على تاثير على التكتيك وعلى الاداء. لكن الحمد لله يمكن لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه كل لعيب بيتواجد سواء مكانه او مش مكانه بيؤدي اداء اكثر من رائع، على راسهم طبعا زي ما شفنا كريم نيدفيد سواء بيلعب باك رايت بيلعب في نص الملعب بيحاول ان هو طبعا يؤدي كل ما عنده الكل على قلب رجل واحد كعاده فريق النادي الاهلي، خلق دوافع مستمره من الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني للنادي الاهلي. تحديات كبيره جدا يا شيما، شهر 2 مليء بالمباريات في البطوله الافريقيه وفي بطوله الدوري العام، فلابد يكون المتواجد في قائمه الفريق يكون جاهز طبيا وجاهز فنيا بنسبه 100%. على ذكر ايضا القائمه اللي مشاركه النهارده في المباراه 20 لاعب على راسهم شريف اكرامي والشناوي ومحمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السوليه، هشام محمد، صلاح محسن، جيرالدو حمودي، حسين الشحات، جونيور اجاييه، صالح جمعه، وكريم ندفد، وناصر ماهر، ورمضان صبحي. زي ما ذكرنا 20 لاعب متواجدين في قائمه النادي الاهلي، لكن على الجانب الاخر عدد كبير ايضا بيغيب عن هذه المباراه من رؤيه فنيه واصابات، وايضا لاعبين عائدين من التاهيل مراحل متقدمه لاكثر من لاعب في التاهيل ان شاء الله باذن الله يعودوا سريعا لقائمه النادي الاهلي اللي استعان بهم خلال المباريات القادمه. لو بذكر ايضا كمان معاك يا شيما الغيابات لفريق النادي الاهلي، وليد ازارو، مروان محسن، الشيخ احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، محمد نجيب، حمدي فتحي، ومحمد محمود، واكرم توفيق. لو بخص كمان حمدي فتحي اللي كان ظاهر بشكل مميز ورائع خلال المباراه الماضيه وبان الانسجام السريع للاعب اللي كان بالفعل ادى اداء متميز جدا في منتصف الملعب، اداء هجومي واداء دفاعي، الامر كان مميز جدا لهذا اللاعب، لكن لعنه الاصابات والاجهاد اللي بتواجه لاعبي النادي الاهلي طالت اللاعب حمدي فتحي عنده بعض الاجهاد في العضله الضمه، فاكيد اختيار موفق، وايضا كمان الجهاز الطبي والجهاز الفني قال لابد يكون في راحه للاعب للاستفاده خلال المباريات القادمه. عندنا مباريات قويه في بطوله افريقيا وفي بطوله الدوري العام، فان شاء الله يلتقط بعض الانفاس، وباذن الله ان شاء الله يكون الجهاز الطبي للنادي الاهلي يقوم بتاهيل اللاعب تجنبا لارهاق حمدي فتحي وايضا كمان كافه اللاعبين، لان تلاحم المباريات هو ده اللي بيؤدي لارهاق واجهاد كافه لاعبي النادي الاهلي. لحظات بسيطه جدا، ويمكن النادي الاهلي في محاضره فنيه اخيره داخل فندق الاقامه، مستر مارتن لاسارتي هيضع التشكيل اللي هيخوض به النادي الاهلي هذه المباراه، وايضا كمان كل الواجبات الهجوميه والدفاعيه للاعبي النادي الاهلي، واللعب ايضا كمان على ثغرات الدفاع في فريق وادي دجله. ان شاء الله باذن الله شيما تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، النادي الاهلي يستمر في اسعاد الجماهير، يستمر في الاداء المميز اللي منتظرينه بشكل كبير جدا تحت قياده مستر مارتن لاسارتي، وايضا كمان كل الصفقات وكل اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي، وان شاء الله نكون مستمرين مع كل جمهورنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه مع فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا شيما.